أخبار غريبة وسريعة، خبر عاجل جدا، خبر عاجل وحزين يجتاح كل وكالات الأنباء في العالم، حيث أن بريطانيا ستبات ليلة حزينة جدا، وكذلك القصر الملكي في بريطانيا الذي أعلن إصابة كيت ميدلتون بمرض السرطان أميرة ويلز عن عمر 42 عام، وهي حاليا في مراحل متقدمة من المرض، وكانت عملت عملية في بطنها، وهذه العملية كانت خطيرة جدا وخضعت للتشافي. كيت ميدلتون تغيبت في الفترة الأخيرة غياب غير عادي جدا، وكسرت الأقاويل والإشاعات وإن هي مش مهتمة وإن هي وإيه وإيه وقصة وحكاية ورواية ومحد عارف إيه اللي صابها الست المسكينة. طبعا الملك ملك بريطانيا برضو أصيب بالسرطان وحاليا بيخضع ليه العلاج. فالدنيا مقلوبة عن إصابة هذه السيدة كيت ميدلتون اللي هي أم لثلاث أطفال واللي هي أميرة ويلز، واللي هي حاليا قالت لك احنا اخرنا ليه الاعلان عن هذا الخبر، اخرناه لان هي عندها ثلاث اطفال، والثلاث اطفال دول محتاجين نوع من التهيئه النفسيه. يعني مش تيجي زي واحد يقول لواحد انا عايزك تقول لواحد ايه تبلغ ان ابوه مات كده بس بالحسنه كده، فيجي خصادمه كده يقول انت عارف ابوك مات، بدل ما يقول له صلى على النبي ومش عارف ايه واحنا كلنا هنموت ويمهد له. لا، هم في بريطانيا بيعملوا كده، بيمهدوا الاطفال الصغيرين ده ماتي علشان يستقبلوا هذا الخبر. طبعا هي اشادت بوقوف زوجها بجنبها في هذه المحنه، وان هي حاليا بتخضع للعلاج الكيماوي، وان هي حالتها في هذا الوقت الراهن مستقره. لكن هذا الخبر اثر على القصر الملكي، اثر على الشعب البريطاني، اثر حتى رئيس الحكومه نفسه سوناك طلع وقال احنا كل بريطانيا متضامنه ومتعاونه، وكل بريطانيا تدعو لهذه السيده اللي هي كيت ميدلتون، لان هي سيده راقيه جدا والشعب بيحبها. يعني تفكر كده بالاميره ديانا مثلا اللي كانت محبوبه العالم كله. فده الخبر اللي كان متكتم عليه القصر الملكي البريطاني. طبعا كله كان يعني من كام يوم كده قال في خبر هيطلع من القصر الملكي، الناس كلها مرعوبه، الناس كلها تقول لك اه ده ممكن الملك يكون مات، بس هم مش عايزين يقولوا، مش عايزين يزعوا البيان، مش عايزين يزعوا النبي، او لا ممكن الملك يكون هيتنزل عن العرش لابنه. فما كانش حد عارف القصه فين والحدوته فين، لحد ما طلعت النهارده كيت في يعني فيديو مصور واعلنت وطلبت الدعاء واعلنت عن اصابتها بمرض السرطان، وان هي حاليا بتخضع للعلاج، وان الامور بتسير الى افضل، ونوهت على ان كل شيء واقف جنبها، العائله الملكيه، الشعب البريطاني، الحكومه، كل ما في الامر، ان هي حابه تعد اطفالها الصغيرين لهذه المأساة اللي هم ممكن يفقدوا امهم في اي لحظه. فشوف الامور بتمشي ازاي. يعني تحس ان برضه في شعب راقي، شعب حتى رقم واحد عندهم هم الاطفال. يعني هي الست تحملت اشاعات كتيره جدا، وطلع عليها كلام كتير، وطلع عليها لوكلوك، وطلع عليها ان هي مش عارف ايه، تحملت الكلام ده في مقابل الاطفال. ليه؟ لان هم دول اهم شيء في الكوكب، هم دول الاطفال اللي هم بكره وبعده، هم دول اللي هيبقى ملوك، وهم دول اللي هيبقى منهم الحكومه، واللي هيبقى منهم المتعلمين والاطباء وما الى ذلك. فشوف الناس الوعي، يعني حتى لو قصه بسيطه زي دي المفروض احنا ناخد منها ولو حته بسيطه، اللي هي ايه، حته الوعي بالاطفال بتاعتنا، ان احنا هم دول رقم واحد اللي لازم نعدهم نفسيا لاي حدث ولاي شيء. طبعا كل الشعب البريطاني معاها، القصر الملكي معاها، الحكومه البريطانيه، كل شيء بيدعو للسيده كيت بالشفاء. ده اخر مستجدات واخر خبر، تابعونا لتحصلوا على ما كل ما هو جديد وغريب ومختلف وشير فورا. وايه وشكرا.